نكمل شيخ. أكمل تفضل. يقول وفيهم وفي عدوهم نزل، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الطبري رحمه الله تبارك وتعالى من فسر هذه الآية قال لا يعتدل الكفار بالله والمؤمنون به فيما هو فاعل بهم يوم القيامة، وقال لا يستوون فجمع، وإنما ذكر قبل ذلك اثنين مؤمنا وفاسقا، لأنه لم يرد بالمؤمن مؤمنا واحدا وبالفاسق فاسقا واحدا، وإنما أراد الجمع يعني جميع الفساق وجميع يعني لا يعني لما يقول أفمن كان مؤمنا أي إنسان، كمن كان فاسقا أي إنسان فاسق، جنس الإنسان وليس المقصود به شخص واحد. طيب يقول وأما ابن كثير فقال إنها نزلت في علي وعقبة بن أبي معيط، والحاصل أنها نزلت في علي ولا شك أنه رأس عظيم من رؤوس المؤمنين، لا ننازع في هذا بل نتقرب إلى الله بحب علي، لكن كونه رضي الله عنه نزلت فيه آية أو آيات من كتاب الله تبارك هذا لا ننازع فيه أبدا، ولذلك نحن نسلم أنها جاءت مقارنة بين علي وبين عقبة بن أبي معيط. يقول هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستويان، علي الرأس من رؤوس الإيمان وهذا رأس من رؤوس الكفر، كيف يستويان عند الله تبارك وتعالى؟ لكن أين الإمامة؟ يعني لا تأتيني بفضائل علي، أنا ما عندي مشكلة مع فضائل علي.